مع ارتفاع درجات الحرارة يزداد تبخر المياه وتغور في الآبار، وهذا ناتج من شدة حمو الأرض علاوة على شدة لسع الشمس. بين المرزم وسهيل نجم يرشف غزير الجم، وغزير الجم هو القليب ويرشفه أي ينشفه، فينزل مستوى المياه. ومن أهم الهندسات البشرية في حفظ المياه وتوازنها من المصدر اللي هو العين أو القليب إلى الزراعة هي القنوات الباطنية الداخلية المسماة بالخرزات أو الفقرات. ومن أهميتها زارها كثير من المستشرقين وكتبوا عنها فيلبي وميليون وبراون، وتمتد قديماً إلى 7 كيلومترات، وتقلصت الآن تقريباً إلى 4 كيلو، وتحتوي الآن على 150 مسقط أو فقرة أو خرزة. وشو سميت خرزة أو فقرة؟ نسبة إلى العمود الفقري. وتستخدم هذه الفتحات للتنظيف وإعادة قوة دفع المياه، وعادة لا توجد إلا عند أسياح المياه، أي المياه السائحة على وجه الأرض، فهي موجودة بالأسياح بين قوسين عين بن فهد بالقصيم، وموجودة بالسيح بين قوسين الخرج. ومعالمنا تحتاج إلى حماية، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعماراً إلى عمره.